بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للناس اللي بتسأل على التاتش اب، ايه هو التاتش اب اللي بنتكلم عليه؟ التاتش اب يعني مثلا معنا خربوش زي كده اهو، انت مثلا يعني جاي لك عربية فيها شغل معين وبقيت العربية فيها بعض الخربيش كده، بتعمل لها حاجة اسمها تاتش اب كده، يعني اللون بتاع العربية. احنا عندنا مثلا اللون ده عبارة عن احمر اهو، في منه احمر مط وبياخد طبقة ورنيش، وفي احمر سادة بيكون هو اللميع الورنيش منه فيه. طيب انا معايا الاحمر السادة اللي هو المط وفوق منه ورنيش، بنجيب شوية الاحمر اللي هو المط دوت زي كده زي ما احنا شايفين، وتضيف لهم سنة مصلب صغيرة كده هو، بحيث ان ايه لو الزبون او العميل بتاعك جه بعد كده مشى قطنة بتنر هنا بيطوق الفوطة الزفرة مش عارف ايه، يبقى الدهان قوي. وفي اللي هي البوية الاحمر السادة اللي واخد ورنيش ده، بتضيف شويه بردك في غطا كده اهو، يعني اهو زي ما احنا شايفين كده اهوت، وعليهم مصلب، وتبدا ترم الحاجات دي. وممكن انت معاك مثلا شويه بوفي ازازه تديهم للزبون او حاجه او العميل بتاعك، يعني بتبقى حاجه كده ايه بتبسط الزبون بتاعك، وتبقى بردك بعلم الزبون. ممكن زبون ما يحبش يعمل حاجه زي كده اهو، يحب يسيبها، كل واحد وهواه، فانت بتنفذها بناء على رغبة الزبون وطلب العميل بتاعك. حاجة يعني هي بتكلفك حاجة بسيطة، دقيقة ولا دقيقتين، واخد بالك، وتاتش اب كده هو شكله ايه حلو يداري الخرابيش كده هو، يعني حاجة كده ايه بتبقى ارضاء للعميل، يعني مش عادي بتاعتك انت يعني، بس يعني احنا دايما بنفضل ان حاجة زي كده هو ايه تكون بعلم الزبون وكلام من ده. حتى انت لما تيجي يعني ايه تديها له، واخد بالك انت وانت بتسلمه العربيه كده، والله احنا عملنا كذا وكذا واي خدمه، لا ده ما فيش حاجه مش عارف ايه، واخد بالك، ربنا يكرمك، الزبون لا قدر الله في حاجه تانية في عربيته ما يترددش ان هو يجي لك تاني او حاجه، يعني ليه اتبسط عندك فيجي لك تاني ان شاء الله. بس هو ده التاتش اب يا رجاله، لمسه كده. طبعا حد ممكن يقول الكلام ده وانا عايز اعمل مرمم، مفيش اي مشاكل، عادي تسمكرها وتعملها مرمم، مفيش اي حاجه، لكن المقصود بالتاتش اب هو ده التاتش اب يا رجاله، بس كده اهو. في الاكسدام برضك في ده في ده في ده في ده، عادي ممكن بقلم، ويفضل انها تكون بقى تقيله، لو اللون الاحمر زي ده مثلا تكون بقى تقيله بدون تنر عشان يسطر ويغطي معاك بسهوله يعني. كل عنده اضافه يسيبها لاخواته في التعليقات يا رجاله. تبدا بقى ترم كده اهوت، ممكن بسن المسدس، ممكن بسن المسدس تعفرها كده، بس هتلاقيها عملت لك دخانه كده، انما لما بتعملها على قدها كده هون يعني ايه بيبقى شكلها ايه يعني الى حد ما ظريف، افضل من التجاريح بتاعتها والكلام ده. حتى لو باين ان هي مخبوطه او حاجه يقول لك ايه اللي مخبوطه، بس ايه شكلها مش مجرح الدهان، يعني هي باينه طبعا وكل حاجه، بس يعني ايه الخاطفه بتاعت النظر دي تبقى ايه مبينه شكلها شيك يعني. شويه بوا كده اهو، اللي هو المط ده اصلا ضعيف، ده قطنه بتنر تشيله، اللي هو البيسكوت المط وفوق منه الورنيش، طبقه الاحمر المط ده ضعيفه، فعشان كده بقول تضيف شويه مصلب، انما البوا الساده الاحمر بتضيف لها شويه المصلب، دي بتبقى جديده يعني، وبيكون فيها لمعه كمان، وشويه المصلب اللي على البيسكوت بردك بيديها نص لمعه حلو، يعني في جميع الاحوال انك تعمل لها تاتش اب كده بيكون ايه شكلها اشيك يعني. بص حاجه زي ديت، بص بردك ايه تسقيها كده اهو اهي، بص يعني شكلها هيكون احلى يعني. هاي هي تاخد لها بتاع 10 دقايق كده ولا ربع ساعة وتلاقي نشفت تمام. بص كده شكلها بقى ظريف ازاي؟ هاي لكن مفيش حاجة باينة. بص حاجة زي كده اهي. ده وش واتنين كده. بص في حاجه هنا دي، ده مش محتاج يترم، ليه؟ ده حاجه بص قطنه بتنر كده هتلاقيه اتشال معاك. بص اتشال ازاي؟ اهو اتشال، كان تجريحه كده اهو. حاجات بسيطه كده بس ايه تروق كده، الزبون يتبسط منك. حاجه برضو زي كده اهو بتاع ايه؟ قطنه بتنر كده تتشال. صباح الفل يا رجاله. بص قطنة بتنر اهو.